تحت رعاية سعادة السيد علي الزايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تم يوم أمس إطلاق حملة وقاية وتفاؤل تحت إشراف الشركة العالمية لأنظمة المختبرات برو لاب سيستم، بمشاركة نخبة من المتطوعين من أهالي الدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية. هذه الحملة وعبر منصاتها المنتشرة ستتكفل بتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات داخل المجمعات التجارية لتوضع بين يدي المواطنين والمقيمين لوقاية أنفسهم ولحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا. من إحدى المجمعات التجارية الكبيرة الموجودة بمنطقة الرفاع الشرقي المندرجة ضمن نطاق الدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية، تستقر هذه المنصة التوعوية كواحدة من إحدى منصات حملة وقاية وتفاؤل التي أطلقها علي الزايد عضو مجلس النواب بدعم من الشركة العالمية لأنظمة المختبرات برولاب سيستم، ليتم من خلالها توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على المواطنين والمقيمين، وذلك من أجل أن تصبح الوقاية سلوكا يوميا ومنهجا حياتيا يقود إلى عيش آمن تضمحل معه فرص الإصابة وتقل باتباعه مؤشرات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. واحنا كسلطة تشريعية علينا يعني مسؤولية كبيرة من ناحية الشراكة المجتمعية، أطلقنا عليها وقاية وتفاؤل. وقاية درهم وقاية خير من مضطر علاج، إضافة إلى ذلك التفاؤل، إنسان تفاؤل بالخير تجده. كثير من الناس يخاف من هذه المسألة، ولكن هي تحتاج تأقلم، تحتاج تعود. نرجع إلى النظافة الشخصية ونرجع إلى الوقاية. جاءت فكرة الحملة ان احنا نسوي منصات تعقيم، الهدف منها هو ناس ما تقول توزيع الوقاية او خلنا نقول معدات الوقاية الى الجمهور من خلال يعني احنا نعتبرها خط الدفاع الاول للحد من فيروس كورونا. عندنا سوينا 10 منصات راح تتوزع، يكون منها في رامز والبقية في انحاء الجنوبية وضواحيها. فرق تطوعية راح تساهم معانا في نقل والمتابعة وأيضا في التعقيم. نوافذ حملة وقاية وتفاؤل الإرشادية والاحترازية عنونت ذاتها بواجهة توعوية حاكت لغات ثلاث لتمضي نحو الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، كل حسب ثقافته، مستندة في تحقيق أهدافها المجتمعية السامية على جهود ثلة من متطوعي رابعة الجنوبية ممن آثروا على أن يكونوا جزءا فاعلا في كيان هذه الحملة التي استمدت عزائمها من الإرادة الصلبة للجهود الوطنية الماضية في طريقها نحو التصدي ومنع انتشار هذا الوباء العالمي. من الجميل أن تتعاضد جهود القطاع الخاص مع القطاع العام لمحاربة فيروس كورونا بأي شكل من الأشكال، وشركتنا قد بادرت بإنجاح هذه الحملة التي تتمحور حول فكرة نشر ثقافة الوقاية بلغات ثلاث، العربية والإنجليزية والهندية. انطلقت هذه الحملة بدعم الأطراف كافة العازمة على أن تحارب سوية هذا الوباء العالمي. أو انطلاق الحملة وقاوة تفاؤل من مجموعة رامز، والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية المجتمع وتقديم الخدمة الأمثل في الوضع الحرج أو الوضع الراهن مع فيروس كورونا. حملة تستقي ألقها من التوجيهات الرسمية الصحية لحصد ثمار التدابير الوقائية وأخذها على محمل الجد بشكل مستمر لحين زوال خطر الوضع القائم. تكاتف مجتمعي تعتصم الأيادي لإحقاقه لتستمسك بحبل حب أبدي لمعشوقة واحدة، ألا وهي البحرين. قلوب اجتمعت على ألا تركسها أزمة ولن تثنيها معضلة عن بلوغ مرحلة الانتصار على كورونا مهما كلفها الأمر ذلك. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.